بشارة قالها النبي عليه الصلاة والسلام للنساء كافة أو للنساء المؤمنات. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، لأن رضاء الزوج ربع دين المرأة. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فطاعة الزوج وإرضاؤه فيما لا يغضب الله عز وجل، هذا يكفي كي تدخل المرأة الجنة. يعني قلما تجد رجل راض عن زوجته كل الرضا. ولو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر طعامه أو غذاؤه. لكن طبعا الزوج المؤمن، لأن الزوج المؤمن يعرف حق المرأة أيضا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث الأول متفق عليه وهو أعلى درجة من الصحة، ما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم. وهذا الحديث يعني كأنه ضوء أحمر خطر، اجعل هذا الحديث بالقلم الأحمر. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فالإنسان بيستعين بغض البصر، بيستعين بترك الأماكن الموبوءة، بيستعين بترك رفقاء السوء، بترك الحفلات المختلطة، بترك أن تكون في مكان فيه امرأة لا تخشى الله عز وجل، بقطع العلاقة مع كل قريبة لها يعني تطاول من حيث الاختلاط على الرجال. هذا كله من أجل الحفاظ على الدين. ننتقل الآن إلى بعض أحكام الحج كما وعدتكم في درس سابق. أنهينا في الدرس الماضي الإحرام وكيفيته ومحظورات الإحرام ومباحات الإحرام، واليوم نتحدث عما يفعله الحاج المفرد منذ دخول مكة إلى الطواف. العلماء قالوا يجوز دخول مكة ليلا أو نهارا، ما في قيد كغيرها من البلاد، لكن الأحب دخولها نهارا، الأحب أن تدخلها نهارا. ويستحب أن يغتسل المرء قبل دخولها، يعني كنت بجدة ببيتك بجدة اغتسل، يستحب أن يغتسل المرء قبل دخوله. يعني إذا ما في إمكان دخلت للفندق اغتسل ثم توجه إلى البيت الحرام. عند الدخول يقول الحاج استحبابا: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. الحقيقة موضوع الحج موضوع دقيق، يشبه طالب درس أثناء العام. الحج هي ساعات الامتحان، فأنت في الامتحان تنطلق في الكتابة وتشعر بالفرح بحسب دراستك. فالذي جاء الامتحان وقد أعد له عدته تراه من أسعد الناس في الامتحان، والذي جاء للامتحان من دون إعداد تراه يتململ ويتضايق ويطول عليه الوقت ويكره هذه الجلسة. فالذهاب إلى الحج يكاد يكون امتحان. أنت علاقتك بالله قبل الحج، استقامتك على أمر الله، عملك الصالح، طلبك العلم، محبتك لله ورسوله، هذا كله يبدو لك في الحج. يعني هو الحج كاشف. فالإنسان أحيانا يذهب إلى الحج وهو قد أعد العدة، عندئذ يرى شيئا يعني يسلج قلبه في الحج. فهذه الأقوال وهذه الأدعية هي أن تقولها بشكل أجوف لا قيمة لها،
ولكن أن يكون حالك مطابقا لها، فهذا هو الذي يطلب منا في الحج. قال: إذا توجه إلى الحرم الشريف ووقع بصره على الكعبة. بالمناسبة النظر إلى الكعبة عبادة. الإنسان بالصلاة يضع نظره في الأرض، لكنك إذا صليت في الكعبة المستحب أن تنظر إليها، لها إجلال ولها مهابة. فإذا توجه إلى الحرم الشريف ووقع بصره على الكعبة هلل وكبر، معنى هلل يعني قال لا إله إلا الله، معنى كبر قال الله أكبر، أي قال لا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني ومن دخله كان آمنا. معنى ومن دخله كان آمنا يعني أنت إذا دخلت إلى الكعبة محبا متولها وقد أتيت الله عز وجل تائبا من كل ذنب وقد أنهيت كل علاقاتك في بلدك بالله في الدنيا والآخرة، ومن دخله كان آمنا. اللهم ارزقني النظر إلى وجهك الكريم كما رزقتني النظر إلى بيتك العظيم. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما، وزد من شرفه وعظمه وحجه واعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما. اللهم تقبل توبتي، معناها تاب، قبل الحج تاب إلى الله توبة نصوحة. يعني كل إنسان يذهب إلى الحج من دون أن يتوب ويعود بعد الحج إلى ما كان عليه فكأنه لم يحج. وإذا كان هناك قول حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني قد يذهب الناس إلى الحج ذهابا أجوفا لا معنى له، إذا كان مقيم على مجموعة معاصي ولم يتب منها ولم يحرر دخله وتوجه إلى البيت الحرام وطاف وسعى وعاد كما كان إلى ما كان عليه فكأنه لم يحج. ثم يقول: اللهم تقبل توبتي وأقل عسرتي واغفر خطيئتي يا حنان يا منان، الله أكبر لا إله إلا الله، ويكثر ما شاء من دعاء الدنيا والآخرة. ومن أهم الأدعية طلب الجنة: اللهم اجعلني مجاب الدعوة، ويندب أن يقول: أعوذ برب البيت من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر. قال: ويستحب أن يدخل المسجد الحرام حافيا. والآن حافيا، دخول المسجد حافي، إلا أن يستضر، إلا إذا كان في ضرر يسمح له. والأفضل دخوله من باب السلام ملبيا قائلا: لبيك اللهم لبيك. قال: من السنة التلطف بالمزاحم. يعني أيام تجد إنسان يزاحمك، ربما في بلدك تضايقت منه، ولكن في الحج يجب أن تراعيه، لأنه صاحب الحاجة قد يكون أعمى قد يكون أرعن. من آداب الحج أن تكون لطيفا بمن فيه بعض الغلظة أو بعض المزاحمة. وينبغي أن يقدم رجله اليمنى في الدخول إلى المسجد ويقول ما يستحب له قوله: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اغفر لي جميع ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يعني واحد يطوف في البيت وهو غافل طلع الناس، هناك من يطوف وعينه على الناس. أنت في أجل موقف، أنت في أقدس بقعة، أنت في بيت الله الحرام، أنت حول الكعبة. واحد أرسل تلميذه للحج قال له: يا ولدي ماذا فعلت؟ قال: طفت بالبيت ولم أطف برب البيت. يعني مدهوش دخل طاف نظر إلى الناس إلى من حوله إلى الأرض إلى الكعبة وهو في غفلة. قال: أعد طوافك. في المرة الثانية توجه إلى الله عز وجل ونسي الأشواط، فقال: يا سيد طفت برب البيت ولم أطف بالبيت، ما ضبط معي الطواف، لكن صلي وجهه إلى الله. قال: أعد طوافك. بالمرة الثالثة قال: طفت بالبيت وبرب البيت.
فيجب أن تطوف برب البيت، يجب أن تلاحظ أنك في بيت الله، في أقدس بقعة، في الكعبة، في مقام إبراهيم. يبدأ الداخل إلى الحرم المكي بالحجر الأسود، فيستقبله استحبابا، أيضا مكبرا مهللا، رافعا يديه، حذاء من كبيه كالصلاة هكذا، ويجعل بطن كفيه على الحجر الأسود، بطن كفيه على الحجر الأسود، ويقبله إن استطاع. يعني تقبيل الحجر يشبه ابن أراد أن يقبل يد والده، لأن بعض الأحاديث تقول الحجر الأسعد يمين الله في الأرض، فمن فاوض الحجر فقد فاوض كف الرحمن. هذا المعنى الذي أشارت إليه بعض الأحاديث الشريفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا تسكب العبرات. فمعقول إنسان يضرب إخواته يزاحمهم لقبل يد والده، هل يرضى عنه أبوه إذا ضرب هذا ولكم هذا وأطاح بهذا وزاحم هذا وبقر بطن هذا من أجل أن يقبل يد أبيه؟ يقول له أعطني يدك لأقبلها. يغضب الأب عليه. هذه سنة، أنت أسأت إساءة بالغة، بل أنت وقعت في مخالفة لواجب من أجل سنة، هذا لا يجوز. قال يجب أن يقبل الحجر من غير صوت في التقبيل، في يعني تقبيل مجأجأ، من غير صوت في التقبيل، ومن غير أن يؤذي أحدا. واحد واقع نطلع على ظهره عشان يقبل الحجر، هذا مو تقبيل حجر. هذا وإذا لم يمكنه التقبيل يمس الحجر بيده أو نحوها كالعصا ثم يقبلها. أيام الواحد يأخذ يد شخص بصافحه بيقبل يده بها الطريقة، هي تضع يدك على الحجر وتقبل يدك. وإليه ذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وإن عجز بأن كان بعيدا يشير بباطن كفيه إلى الحجر ثم يقبل يده، ويفعل ذلك كلما مر على الحجر حال الطواف أيضا، ويقف عند التقبيل في جميع الحالات ثابتا لا يتحرك. في ناس أثناء المشي أثناء الطواف بتوجه وبيقبل أثناء المشي، هي خلاف السنة، يجب أن يقف، الوقوف في أدب. ويستحب أن يقول كلما استلم الحجر أو أشار إليه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. الآن الطواف، إذا أراد المحرم افتتاح الطواف أي طواف كان، طواف قدوم أو غيره، طواف ركن، طواف قدوم، طواف زيارة، طواف عمرة، ينبغي أن يراعي ما يلي. أولا يراعي شروط الصلاة، الطواف صلاة، أي بالطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، يعني هذا ثياب الإحرام تحتاج إلى دقة بالغة، يعني إزار ورداء من دون شيء، يعني إذا في إهمال، في عدم إحكام، الإزار حجمه صغير، فتح من أمام، شغلة خطيرة جدا، يعني هذا يتنافى مع الأدب الإسلامي. ففي حجاج يعني سامحهم الله لا يهتمون بهذه الناحية، تبدو عوراتهم وهم في أقدس مكان. فستر العورة يعني يحتاج الإنسان إلى انتباه زائد، إلى رعاية فائقة كي يستر عورته. فالطواف بالبيت كالصلاة، ولكن الله أباح فيه الكلام. أي كلام؟ يعني شو طابخ اليوم أثناء الطواف؟ وين حتاكل مثلا؟ هذا ما بيجوز. يباح لك أن تدعو الله عز وجل، يعني طواف صلاة، يعني لو فرضنا في أمر ضروري جدا ماشي معك زوجتك نبهتها ممكن، لا يفسد الطواف.
ولكن الله أباح فيه الكلام ويجب عليه أن يطوف ماشيا إلا لضرورة. وقراءة القرآن في الطواف خلاف الأولى. واحد حافظ سورة ياسين، لا، هذا الطواف دعاء، يجب أن تدعو. فإذا قرأت القرآن فهذا خلاف الأولى، إذا قرأت القرآن فهذا خلاف الأولى، إلا ما فيه ذكر ودعاء فلا كراهة في ذلك. لو واحد قرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء قرآني. يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى، يعني الأخوة الحجاج ينبغي عليهم أن يحفظوا أكبر عدد ممكن من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك في الطواف وفي السعي وفي عرفات وفي رمي الجمار أنت محتاج إلى الدعاء حاجة ماسة. إذا واحد ما أو بيحمل دفتر أم يقرأ قدام الناس صوت مرتفع يشوش على الناس حجهم وطوافهم، وحينما تقرأ الدعاء من كتاب ذهبت روحانية الدعاء وذهب رونقه وذهب انصراف قلبك إلى الله عز وجل، عملية قراءة أصبحت، بالقراءة في انشغال بصير. أو أن امرأة تمسك بكتاب دعاء وتقرأ فيه بأعلى صوتها وصوت المرأة عورة، أو أن رجلا وامرأته يقرأ الدعاء وتقرأ معه بصوت مرتفع، هذا أيضا عدم فقه في مناسك الحج. يكثر من التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويسن للرجل إذا كان يريد السعي بعد انتهاء الطواف أن يضبع قبل ابتداء الطواف وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط ويمشي في الباقي على هينته بالسكينة والوقار، وسوف نتابع هذا إن شاء الله تعالى في درس قادم. والآن إلى فقرة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام في نشأته عمل برعي الغنم، سؤال كبير، أليس في قدرة الله عز وجل أن ينشأ النبي في بحبوحة وفي أسرة غنية مترفة تغنيه عن أن يرعى الأغنام وهو نبي الله؟ الشيء الذي وقع أو الشيء الذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى الغنم لأهله، لأهل مكة، على قراريط، والقراريط يعني دريهمات معدودة، وكان يرعى الغنم أو غنم أهله بأجياد. الآن جنب الحرم في مستشفى اسمه مستشفى أجياد، هذا وادي أجياد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى في هذا الوادي، وادي أجياد، غنم أهله. يبدو أن هذا الوادي قريب من مكة، ويبدو أن هذا الوادي كان كثير الكلاء وفيه ماء، فكان عليه الصلاة والسلام يرعى غنم أهله في مكة في هذا الوادي، وادي أجياد. هو هذا الوادي يلي الصفا، يعني إلى جانب صخرة الصفا. الشيء الذي يلفت النظر أن هذه المهنة هي مهنة الأنبياء، إنهم يبدأون برعي الأغنام ويختمون حياتهم برعاية الخلائق، يرعون الأغنام في بدايتهم ويرعون الخلائق في نهاية حياتهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون عنه هذا الحديث، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث. الكباث ثمر الأراك، عود الأراك المسواك، هذا شجر له ثمر. فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه، يعني خذوا ثمره الأسود، فإنه أطيبه، فإني كنت أجتنيه يوم كنت أرعى غنم أهلي. يوم كان النبي يرعى غنم أهله كان يقطف هذه الثمار.
وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت وأنا أرعى غنم أهلي بأجياد. رعي الغنم في وقت فراغ كبير، في مجال للتأمل. حياة الإنسان المعاصر حياة مثقلة بالأعباء والهموم، ما في وقت يفكر إطلاقا، عمله حركة عجلة مستمرة، عمله بيته بعد الظهر بينام بفيه، عنده أعمال إضافية، يأتي الساعة العاشرة، الساعة الثانية عشر ينام، يستيقظ على عمله. هذا العمل المستمر يفقد الإنسان التأمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وفي رعي الغنم وقت طويل وفرصة واسعة للتأمل. وكل إنسان لا يجلس مع نفسه يتأمل، فقد تكون حالته يعني ليست مرضية. الحقيقة رعاة الغنم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى غنما وحده، كان هناك رعاة آخرون، فكانوا يتصافون أو يتخاصمون، يجدون أو يلعبون، يتنابذون بالألقاب، يشتمون بعضهم بعضا، أحيانا يتضاربون بالأيدي. وما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في كل رعيه للغنم منازعا ولا مخاصما ولا حقودا ولا حسودا، بل نشأ أحسن قومه خلقا وأكرمهم خصالا وأفضلهم أخلاقا وأرغبهم في الجد وأزهدهم في اللهو وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. يعني حتى في رعي الغنم كان مثل أعلى. هلا بتلاقي رعيان بيتخانقوا، بيتعالجوا، بيتصايحوا، بيتنابزوا بالألقاب، بيتخاصموا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرعى الغنم كان مثلا أعلى في العفة والاستقامة وكرم النفس. ماذا يستنبط من رعي الأغنام؟ أول نقطة في هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا أعلى للناس من بعده، يعني كان يعمل ليكسب قوته بتعبه وكد يمينه وعرق جبينه، لأن سيدنا رسول الله كان عند عمه أبي طالب، وعمه كان يكفله، فحينما صار في قدرته أن يكسب المال توجه إلى المرعى ليكسب هذه القراريط ويعين بها عمه. هذا خلق كريم. يعني إذا أنت كنت بأسرة وفيها ضعف مادي وأنت قادر على كسب المال، فمن السنة النبوية المطهرة أن تكسب المال وأن تعين هذه الأسرة، لا أن تكون كالأخطبوط كالعلاق، لا أن تكون عبئا على الناس. يجب أن تكون يدك هي العليا لا هي السفلى. فصار كسب الرزق عمل أخلاقي. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك يد ابن مسعود وكانت خشنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. يلي له مصلحة، له حرفة، له عمل، تجارة، صناعة، زراعة، عامل، صاحب حرفة، دنيا عليا، وظيفة راقية، وظيفة أقل رقي، يعني يقدم للناس خدمات، يقدم للناس أعمال، يقدم للناس حاجات، يقدم للناس خبرات. إذا عنصر نافع في المجتمع، عنصر إيجابي، عنصر بناء، يأخذ ويعطي. لذلك يقول سيدنا عمر: إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني، يسقط من عيني. ويقول سيدنا علي كرم الله وجهه: قيمة الرجل ما يحسنه. ألك عمل؟ فأنت في نظر النبي عليه الصلاة والسلام إنسان مجد. والنبي حينما رأى إنسان يصلي في المسجد وسأله من يطعمك، قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألح على قيم العمل، وكان قدوة لنا في العمل، عمل راعيا للغنم ليقدم، لتكون يده هي العليا، ليعطي من جهده وكده عمه أبا طالب
شيئا من مصروف البيت. العمل موقف أخلاقي، الذي يعمل ويأكل أعطى وأخذ، أما الذي يأكل ولا يعمل أخذ ولم يعطي. فالإنسان ما يكون عبء على أحد، ما يكون عالي على الآخرين. حتى أن سيدنا الصديق رضي الله عنه كان يركب ناقته مرة وقد وقع منه زمام الناقة، فنزل من على ناقته وتناول زمام الناقة، فلما قال له أصحابه نحن نكفيك هذا، قال أمرني حبيبي صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا. قد ما بتقدر اشتغل، أتقن عملك، ولا يتقدم المسلمون إلا إذا أتقنوا أعمالهم، بل إن إتقان العمل جزء من الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي داود كان يأكل من عمل يده. الإمام مالك كان له عمل شاق، كان يلتقط ما بقي من الثمرات مقابل دريهمات. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان يعمل بزازا. يعني الأئمة الكبار، العلماء الكبار الصادقون لهم أعمال والعمل شرف. شيء آخر، قصيرة أتابعوا بها الموضوع. عمل سيدنا رسول الله أولا قدوة، كسب المال شرف، والبطل لا يقعد عن العمل. الشيء الثاني، إذا أراد النبي أن يوجه أصحابه وكان بعيدا عن العمل، يعني كيف يوجه أصحابه إن لم يعرف قيمة العمل وصعوبات العمل ومشقة كسب المال؟ يعني الإنسان إذا دعا إلى الله أو إذا دعا الناس إلى الحق ولم يكن له عمل تصبح دعوته نظرية. يعني هو في وادي والناس في واد آخر، فإذا كان له عمل هذا العمل يجعله واقعيا، يجعل فتاواه واقعية أيضا، يقدر قيمة العمل، يقدر قيمة كسب المال، يقدر. فلن تستطيع أن توقظ الناس إلا إذا كنت في جوهم وفي بيئتهم وفي ظروفهم وفي صعوبات حياتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل في رعي الغنم قدوة لنا، كان قدوة لنا صالحة، وكان مثلا أعلى، وبين أن العمل شرف، وأن كسب المال شرف، وأن اليد العليا خير من السفلى، وأن العبد الصالح هو الذي يصلح لأن يكون عضوا نافعا في مجتمعه. هذا كله يستنبط من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، عمل شاق أجر قليل، لكنه قدم خدمة للناس. يعني أنت أيها الأخ الكريم لا بد من أن تقدم خدمة أو سلعة أو بضاعة أو عملا أو خبرة، أو يجب أن يكون لك عمل، ويجب أن تتقن عملك، ويجب أن تكون أخلاقيا في عملك. وهذه دعوة إلى الله أبلغ من دعوتك باللسان. وقال العلماء خير مال تكسبه وأنت في كد وتعب وعرق، وشر مال تكسبه وأنت مستلق على الفراش. يعني إذا الإنسان وضع ماله بمصرف وأخذ فائدته ما قدم شيء، أخذ المال من دون تعب. لو فعل الناس جميعا هذا لمات الناس من الجوع. من يعمل؟ من يزرع الأرض؟ من يصنع لنا الحاجات؟ لذلك أفضل مال تكسبه بكدك وعرق جبينك، وشر مال تكسبه من دون تعب، من دون جهد، تبني غناك على فقر الآخرين. يعني قيم العمل يمكن أن تستنبط من هذه الوقفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.